جولة إخبارية جديدة من أونلايف. أهلا بحضراتكم. أهلا بك أحمد. أهلا بك ونوها. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. بدايتنا وكالمعتاد هذه الأيام بلقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72. البداية من هذا النبأ العاجل، إذ غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر إقامته في مدينة نيويورك متجها إلى القاهرة بعد ختام زيارته إلى المدينة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72 والتي استمرت على مدى الأيام الخمسة الماضية. ألقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلمة المصرية أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن توجيه خطابا فيما يتعلق باجتماعات مجلس الأمن حول إصلاح مجموعة العمل المرتبطة ببعثات الأمم المتحدة للسلام الدولية، وكذلك مشاركته في الاجتماع الذي نظم حول تطورات الأزمة في ليبيا وجملة اللقاءات الثنائية التي أجراها الرئيس السيسي، وعلى رأسها اللقاء الذي أجري مساء أمس مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام الذي توليه مصر لعلاقاتها مع البنك الدولي باعتباره شريكا هاما في التنمية، معربا عن التقدير لجهود البنك في دعم مصر على مختلف المستويات سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية أو تعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال لقائه جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي بمقر إقامته بنيويورك. هذا وقد أكد رئيس البنك الدولي دعم مؤسسته للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر، مشيدا بما أنجزته مصر على مستوى خطوات الإصلاح وما تم تحقيقه من نتائج إيجابية على صعيد معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد المصري، إضافة إلى تحسن مناخ الأعمال والاستثمار. كما أكد المسؤول الدولي مواصلة البنك الدولي تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين. من نيويورك تنضم إلينا الزميلة أسماء قنديل لإطلاعنا على مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء، هذا عبر خدمة سكايب بطبيعة الحال. أسماء تفضلي. السيسي قرر إقامته في نيويورك للعودة إلى القاهرة، وختم زيارته لنيويورك واجتماعاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بلقاء السيد جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، وكان ذلك تفعيلا لاجتماعه السابق به مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار المصري في أبريل الماضي، وعودة الوكالة الدولية مرة أخرى للسوق المصرية بمبلغ قيمته 210 مليون دولار، وهي المرة الأولى وعودة الوكالة الدولية للسوق المصرية منذ 7 سنوات. ذلك يعتبر كشهادة ثقة لدعم مشروعات الطاقة الشمسية في مصر تحديدا في أسوان، وأيضا يثبت مدى الإصلاحات الاقتصادية المصرية القائمة حاليا. أسمى، هل تم التطرق إلى مستقبل التعاون بين مصر وبين مؤسسة البنك الدولي في الخطوات القادمة إذا كان البنك يستحسن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في مصر؟ بالفعل أحمد، بمجرد عودة الوكالة الدولية للسوق المصرية بهذا المبلغ الكبير منذ 7 سنوات يثبت تحسن الوضع الاقتصادي المصري ودفع تطوير التعاون بين الجانبين. وكان الأستاذ أيضا كريستين لاجارد، الدكتورة كريستين لاجارد في بيانها الأخير عن الاقتصاد المصري أعربت عن تفاؤلها بتقدم الاقتصاد المصري وتحسن النقد الاحتياطي وأيضا ارتفاع الصادرات المصرية، ودعت لمزيد من التعاون بين السوق المصرية والأمريكية. زميلة أسماء قنديل منضمة إلينا عبر خدمة سكايب من نيويورك، حيث اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى المدينة للمشاركة في اجتماعات الدورة 72 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا جزيلا لك.